Tebaba, ya oba. ما تمشي؟ بيع. الله أعلم بطل. سابقة. بدأت في مجال المسرح أول مرة مع الشباب، كنا حاضرين ستاند اب كوميدي أوبن مايك، جاء في بالي أجرب كذا وجربت وضبطت معاي الحمد لله، وصرت وصلت يعني مرحلة طلعت في أوبن مايك أكثر من مرة في عروض كوميدية كوميدي شوز ومشيت معاي الحمد لله كويس. تتكلم عن قصة قديمة أكثر من 50 سنة، يعني أيام الدراسة هو كان الباب الوحيد لتوجيه المواهب كان المسرح المدرسي في البداية، بس أنا لا، أنا كنت قريب جدا من الإذاعة فكانت لي فرصة مهيئة للدراما الإذاعية ودخلتني المسرح. البداية صراحة ما كنت ناوي أصلا أطلع المسرح، ما كان الشعور مرة يخوف، بس في واحد يعني صديق لي اسمه خالد خليفة ناداني كذا، هي اللي كانت غدر، قال تعال بس نشوف، وطلع هو كان الهوست وقال تحية لعبد الكريم الصومالي، تعرف اللي كان كل صفق واضطريت إني أطلع، قلت نكتتين من راسي والكل ضحك، قلت أوكي هنا اللي صار فيه زي الهوك اللي صار عندي أدكشن للضحك. من وأنا صغيرة وأنا في المسرح، لكن البداية الحقيقية كانت مع MBC للمواهب ومع أستاذ ياسر أبو بكر في كوميدي كلاب. أنا أشوف إني بديت بسبب سهولة الوصول للمنصات اللي توفرها هيئة المسرح ووزارة الثقافة والفنون، وخاصة إني كدانسر أرقص في كل مكان ومعاي الشباب هنا رقصنا في عدة أماكن، وصلنا لعدة شخصيات عن طريق هذه الأماكن. أول مرة يمكن حسيت فيها إني كوميدي كان رابع ابتدائي خامس ابتدائي، الدكتور وقفني وقال كيف الواحد يأكل بسرعة وش أضراره، فأنا طلعت سندويش وأكلتها بأصلا عندي والكل ضحك، أنا قلت أوكي، كان في شعور رهيب خلاني لي أبغى دائما أضحك الناس. كانت مسرح المدرسة، كنا نشارك في مسابقات وتمثيل، وبعدين إنه صرت أطلع أسوي حاجات حلوة يعني وتضحك، فعرفت وقتها إنه أوكي. أعتقد أول ما نزلت من بطن أمي حسيت أنا كوميدي. صراحة أبغى أوصل إني آخذ بالجائزة، شيء عظيم إنك تأخذ أفضل شخص كوميدي موجود في المملكة العربية السعودية. والله أنا طموحي ما له حدود للأمانة، بس إن شاء الله أوصل للأوسكار، وإن شاء الله أوصل إنه يكون لي كيان في هذا المجال إن شاء الله. البيت حط راسي وأنام. أبي أوصل للمجد، كلنا نسعى للمجد خاصة فرقتنا هذه، نطمح لأشياء كبيرة وبإذن الواحد على حد إننا بنقدمها وحنوصل لها. أنا بالنسبة لي ودي إني أصير يعني undeniably funny، أقدر أروح أي كلب أي مكان وأنكت والكل يضحك، ما يصير لي البامينج، ما أدري تعرف البامينج، بس البامينج في الكوميديا إنه يعني تطلع المسرح وتقول نكتة يصير صن ما حد يضحك، هذا اللي ما ودي أصير لي صراحة. يمكن أنا ثابت جيلي، أيامي أنا كانت أيام صارعت فيها واللي صارعت فيه موجود الآن تحقق، وكل ما حققت حلو أحلم بشيء أكبر منه. مو بالنسبة لي بس بالنسبة يعني للسين اللي في السعودية، إنه يعني أتمنى إنه يكون في كل مدينة في كل منطقة في على الأقل كلبين أقدر أروح هناك وأجرب. من أكبر أحلامي إنه أمثل عمل يعني يجسد في التاريخ، هذا أهم شيء عندي إن شاء الله حلم أوصل له. صراحة أحلم إنه السعودية تكون فيها كوميدي كلب كثيرة مثل اللي في نيويورك وهذه الأماكن، إنه تكون عندك فرصة تجرب الماتيريال حقك في أكثر من مكان، ما تنحد في مكان واحد أو مكانين، وهذا الشيء اللي راح نوصل له إن شاء الله خلال فترة قريبة. صراحة ودي أعزف جيتار قدام 50,000 شخص، هذا حلمي الأول، وحلمي الثاني إني أقدم عرضي مع فرقتي طبعاً في مكان نطمح له. طبعاً من أهم المشاكل اللي أنا فعلياً يعني أقابلها في حياتي إنه الناس عندهم مشكلة مع وزني، كأنهم يدفعوا علي ضرائب فعلياً، بس كل ما أقابل أحد إنه ما جربتي تسوين كذا، ما جربتي تسوين كذا، ويمكن هذا اللي أثر علي إنه فكرت إنه بعد ما أسوي عملية تكميم هطلع أقول إنه هاي. فأنا كان عندنا شوف في الرياض، هو ما يضحك صراحة يزعل، بس من قوة الزعل يعني ما قدرت أنام كافي، اللي ضحكت على نفسي في النهاية اللي كان عرضي 10 دقائق ولا ضحكة واحدة طلعت، فاهم؟ اللي سويت كل شيء ولا صار، بس في نهاية اليوم قدرت أضحك على نفسي يعني كان يقهر. يوه كثير، ترى كل يوم الإنسان بيتعرض لمواقف يتذكرها ما يتذكرها يوميا بشكل يوم. أنا عندي ابن الصغير لا تتخيل، هو ببراءته وعنده قصف شبهات على كيفكم، آخرها الأشياء اللي تسمعوها في الكوميديا ترى فعلا بتصير معاه، يعني لما يقول لي أبويا كبس لك رجولك
تفضل حبيبي قاعد كبد بجوزني ما شاء الله بابا زين وجو الفيل. حصل لي موقف مرة في واحد دعمني على الخفيف بالسيارة لكني أنا تألمت فعلا تألمت وقمت أمشي كذا هو يعرفني في الحارة من قوت ما أنه يحسبني ممثل قال لي يا أخي بطل لي نمك وأنا قلت له يا عمي داعمني أنت. لا والله ما تحضرني نكتة يعني ما أحد يعرفها للأمانة تقريبا الناس صارت تعرف كل النكت. ما عندي نكتة بس أمس أي أمس في الفندق تقني بغطى الدور الغلط أنا بغطى 3 مخبا بغطى 2 ورحت لمكان غرفتي وكان الباب مفتوح ودخلت ودخلت على المتزوجين وصارت مشكلة يعني بس الحمد لله فهم أنه غلطان. كل ما أدخل غرفة النوم وأشغل المكيف أتذكر هذا الموقف. في يوم أنا وأخوي حبينا أن احنا نفاجئ الوالد الله يرحمه وننظف المكيف فكينا نظفنا جينا رجعنا المكيف مال معانا شوية فهليش لازم طلعوا وانت من هنا وانا من هنا كنا وقتها ساكن في الدور الثالث 1 2 3 قعدنا بدون مكيف